خطاب أسطوري من حمزة وقصي نحلق فوق رؤوسكم كالطيور وسوف نبقى 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 كالطيور نعتلي السماء زينة ومسعى نقهر الحسود كلما رآنا يشقى نتواجد أينما كرهتم أن نكون ماذا تقول؟ عجيب الأمر ما أرى غارقون في بحر من حسد يا هل ترى ستنجو مشلوم إن كان الحب قد قتل فخير الكره ما فعل لقد أنهاكم في الثرى ماذا جرى في زمن أعمى نفوس صافية من قرع كؤوس لقطع رؤوس كانت هي الصديق والقريب للعدو والغريب وبدون أي سبب شيء مريب فيا أكذب الناس وتأذن ويا أعلم الناس والعين ضاء وجودكم كعدم وعدم الإنسان في